الحفل كي يحتفي بالمرأة المبدعة، جائزة مبدعة 2020 اللي كتنظموا وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيت خصني نقول لهم هكا مرتبين مزيونين. نتمنوا بادرات بحال هكا تكون كتحتفي بالمرأة دائما، ونتمنوا له نسخة ثانية. وأنا بحالكم اكتشفت طاقة واعدة جدا، شفتوا كيفاش الشباب وشابات وحتى الفائزات بالجوائز، لا في التعبير الجسدي ولا في الفنون البصرية ولا في السلام غاب. أنا فخورة جدا بهاد الشابات، ونتمنوا يكملوا المسيرة ديالهم الفنية. تعيش المرأة المغربية الحرة وتعيش المناصفة.